بسم الله الرحمن الرحيم. انا صالح بحضراتكم. الهلال بيتعادل مع فيوتشر 1-1 بعد تعادل الاهلي وفيوتشر. انت محتاج كده تقعد تتكلم مع نفسك شويه. يعني احنا اغلبنا احنا جايين نتفرج على ماتشات للنادي الاهلي مع موسيماني بنيجي مفضيين دماغنا. والله بجد بنيجي مفضيين دماغنا، مش عايز منك شد تكتيكي ولا عايز منك جمل تكتيكيه ولا عايز منك اي حاجه خالص. كل انا عايزه منك انك تطلع كسبان، لان انا ما عنديش استعداد اقعد اسال على ماتش الاهلي بعد ما الاهلي ما يكون ملاعب وانا ما اتفرجتش عليه، لان انا بيهمني النتيجه. اغلب الناس اللي بتتكلم على موسيماني بطريقه جيده بيكون بيهمهم النتيجه، انما الشكل والمضمون اللي اتقدم قبل النتيجه ما بيتكلموش فيه، لان الشكل والمضمون يضر الراجل اكتر بكتير جدا ما انت تطلع تتكلم بعد المباراه. يعني الشكل والمضمون بتاع الاهلي في ال 90 دقيقه يخلوك تشلف لموسيماني، انما بعد المباراه لما تسال عن النتيجه وتلاقي الاهلي كسب تلاقي موسيماني عبقري، تغييرات جميله، قراءه فنيه، قراءه تكتيكيه، تقعد تلاقي نفسك بتقول كلام حلو على موسيماني. بس لما الفرقه بتعمل نتيجه سلبيه للمره الخمسين، للسيناريو الخمسين اللي بيتم تكراره مع موسيماني، فانت محتاج تقعد تسال كده، يعني ايه الدنيا فيها ايه؟ يعني بدايه من التشكيل. التشكيل اتوقع ان احنا كلنا كنا قاعدين نبص كده اللي هو ازاي احمد حسن كوكا يلعب مساك تالت مع حمدي فتحي اللي هو مش مساك اساسا ومع بدر بنون، في حين انك استبعدت ياسر ابراهيم ورامي ربيع قاعد دكه. مفيش منطق خالص في التشكيل، واللي مفيش منطق في التشكيل كمان ايه؟ ان احمد عبد القادر هو اللي يلعب طرف شمال واكرم توفيق بيلعب قصاده طرف يمين ومجدي قفشه وديانج هم اللي بيلعبوا في نص الملعب. اللي هو انت مجدي قفشه ما عندوش واجبات دفاعيه كويسه، يعني معنى كده انك بتلعب قفشه ليه؟ لا انا بلعب قفشه هاف. طب معنى كده انك بتلعب قفشه هاف ان بيرسي تاو او مكسويني هم اللي بيلعبوا في العمق؟ لا هو قفشه اللي بيلعب في العمق. طب كده بيرسي تاو ومكسويني كل واحد فيهم على طرف ومحمد شريف مهاجم، ده مفترض في ال 3 4 2 1 بتاعتك. يعني هو مفترض ان الراجل على الورق بيلعب 3 4 2 1 بس جوه الملعب حوالين يا تيتا. هو روح كابتن محمد حلمي بالظبط، لعيبه بتقدم ادوار هجوميه وكلهم بقى بيقضوا مع بعض، اللي عايز يروح شمال بيروح واللي عايز يروح يمين بيروح واللي عايز يلعب مهاجم تاني بيلعب وكل ماشي. ربنا كرمك وعندك حلول فرديه للاعب زي احمد عبد القادر وبتسجل جون في اول 5 دقائق. نعمل زي خلق الله بقى ونجيب التاني والتالت والرابع بقى ونعمل حفله؟ لا لا لا، احنا بنروح بعديها وبنضيع الهدف التاني وبعدها بنرجع ندافع تاني. سبحان الله بندافع تاني. والله بندافع ايه ده؟ يعني احنا موسيماني كان بيقول ان انا اتعلمت من اخطائي وان انا مش هدافع تاني في الدوري لما بجيب الهدف الاول. لا ما ارجع ادافع تاني. طب فيوتشر اللي كان تايه وفيوتشر اللي ما كانش لاقي نفسه جوه الملعب، فجاه فيوتشر دخل معاك ند في الجيم، فجاه فيوتشر الفرقه اللي كنت تخلص عليها 3 و4 بعدها والربع ساعه دخلت معاك في الجيم علشان تقعد بقى تبص كده ان انت ما عندكش خط دفاع. لان حمدي فتحي انا لسه مصمم ان من اغبى القرارات في عالم كره القدم انك تحط حمدي فتحي مساك. حمدي فتحي اللي كارلوس كيروش بيحب ادواره الهجوميه وزياداته الهجوميه علشان هو مؤثر وبيعرف يسجل، تيجي انت مقرر تلعب بيه مساك اللي هو ابو العظمه يا اخي، ابو العظمه بجد والله. بس عادي، قلنا ايه؟ النتائج بتخليك ما تفكرش على كل اللي بيحصل في الملعب. طب ماشي، انا دلوقتي شكلي جوه الملعب بقى سيء والريتم بتاعي بدا ينزل، اعمل ايه؟ اعمل تغييراتي واغير بقى اللعيبه الاسوء، اغير بقى مجدي قفشه، اغير بيرسي تاو. لا انا بغير احمد عبد القادر. ليه؟ اناني بيعدي واحد على واحد كتير. طب هو بيرسي تاو بيعدي واحد على واحد؟ طب هو قفشه بيعدي واحد على واحد او بيصوب؟ طب هو احمد عبد القادر سلبي ودول ايجابيين جوه الملعب؟ لا معلش، هو بيحب قفشه شويه وبيحب بيرسي تاو وبيحب ميكي، برغم ان ميكي ده واضح ان احنا اشترينا الترماي. وانا مستغرب ان انت جبت لعيب انت مشيته قبل كده ومع ذلك قررت انك تروح تجيبه تاني. بتديه النهارده سيء ومش شايف قدامه، فتقرر انك تدي المساك اللي انت راميه اساسا اللي هو رامي ربيعه وتحطه جوه الملعب علشان نتفاجئ كلنا ان رامي ربيعه اسوأ بكتير من ان هو يكون موجود في الاهلي حاليا. فنلاقي ان بسم الله ما شاء الله خط الهجوم بتاع فيوتشر اللي هو فيه احمد عاطف وفي احمد رفعت وكان موجود معاهم محمد فاروق بداوا يشكلوا خطوره. بداوا يشكلوا خطوره لما انت سبت لهم الكوره، فبسم الله ما شاء الله بقينا معرضين ان احنا نلبس هدف. غير ان محمد الشناوي انا عندي يقين ان الشناوي مستحيل يكون بيلعب هو سليم. الكوره بتاع الشناوي دي في وجهه نظري ان هي يا فيها طرد يا ما فيهاش فاول، انما ما ينفعش تحسب فاول وتحسب انذار. ممكن يكون عمل جامب نط، بس هي يا تحسب فاول وطرد بان الشناوي اخلع في الملعب يا ما تحسبش حاجه خالص. انما تحسب فاول وانذار دي بصراحه الناس دي بتعمل قانون جديد. بس عادي، انا برضو باجي لك بفضي دماغي بموضوع التحكيم ده، لان التحكيم عندنا في مصر سيء على الاهلي وعلى الزمالك وعلى كله. بس ماشي، مفيش اي مشكله. المشكله دلوقتي بالنسبه لي انك لما بدات تتغير بدا يبان ان انت عندك مشاكل في قراءتك للملعب، لان زي ما قلت لك لما طلعت احمد عبد القادر ولما طلعت كمان هو اول تغييره راح منزل رامي ربيعه
ونزل لويس ماكسيوني، بعديها نزل علي معلول وطلع نبيل كوكا، وطلع برضو احمد عبد القادر، ونزل طاهر محمد طاهر عشان خاطر الراجل اللي سجل هدف الماتش اللي فات، ونزل عمار في الدقيقه 82 وطلع علي ودانك في تغيير غريب جدا، وتغيير كان بيقول ان الراجل ده يا عايز يسجل يا عايز يستقبل علشان ما فيش حل غير كده. طب ما كنت، طب طالما انت عندك شخصيه كده ما كنت اعمل جيم هجومي بعد الهدف الاول. لا خلاص بقى لازم دلوقتي اعمل تغييرات هجوميه. وعلي معلول نزل مكان كوكا، ورامي ربيع مكان ماكسي. هل بعد تغييراتك الجميله واللطيفه دي كان ليه خطوره على مرمى فيوتشر؟ لا، دي بقى المصيبه. المصيبه ان احنا زمان كنا بنضيع، دلوقتي بطلنا نضيع. ده معناه ان معدل خلق الفرص بتاعك بدا يروح، ده معناه انك ما بتشتغلش على الافكار اللي انت بتحطها جوه الملعب. 3 4 2 1 دي انت ما بتشتغلش عليها، ما بتشتغلش على الاختراقات، ما بتشتغلش على الصعوبات، ما بتشتغلش على اي حاجه. غياب عمرو السوليه قاتلك. انا عارف ما عندكش بديل لعمرو السوليه، ممكن لان الي دانجا مفترض ان هو يكون بديل كويس لعمرو السوليه، بس بما انك بتدي ادوار دفاعيه كتير لالي دانجا علشان خاطر يغطي مجدي قفشه اللي حاول يلعبها بيراميدز 8 ما عرفش يلعبها، بصراحه افكار غريبه، افكار غريبه. والناس لما بتبدا تركز معاك بتعرف ان انت ملط، وبتعرف ان انت فاضي، علشان زي ما قلنا في البدايه نتائجك هي اللي بتغطيك، فلما ما تجيبش نتائج الناس تعرف ان انت فاضي وما عندكش اي حاجه. يعني نيجي نفضل لك دماغنا وبنتقبل اي هبد واي افكار غبيه بتعملها علشان خاطر النتيجه بتسندك، فالنتيجه ما تسندكش، ونيجي 190 دقيقه اسف بنتحملهم من العك، 90 دقيقه بنتحمل قرف، 90 دقيقه بنتحمل كتير جدا بيحصل جوه الملعب، 90 دقيقه للاسف الشديد المره دي النتيجه خذلتنا. بس ان شاء الله باذن الله نحاول نلاقي حل لكل اللي بيحصل ده. مش هطلب منك افكار فنيه ولا هطلب منك اي حاجه، كل اللي بتمناه ان التوفيق اللي عندك يرجع لك تاني، لا اكتر ولا اقل، لان انا برضو هفضل شايف انك مدرب محظوظ لا اكتر ولا اقل من كده. لو عجبك الفيديو بعد كل التشريف ده اعمل لايك، لو ما عجبكش